هو ذا بنسياس العام هو حمله انتخابيه لا غير. حمله انتخابيه يعني انت جاي تقدم في بنسياس العام تتكلم على الاستمراريه. هل المفروض بين سياسة العامة الحكومات اللي صح يعني تدخل برلمان عنده قيمته وعنده وزنه كي يلحق وقت سياسة العامة يدخلوا خرعانين وخايفين هذو هم واثقين من نفوسهم ومسيطرين كلية يعني هو جاي يتكلم على الاستمرارية هذا بين سياسة العامة هذا من أجل الحديث على الاستمرارية مش من أجل يعني التقييم الموضوعي والعقلاني لأداء الحكومة لخدمة البلد وأنا أقول لهم شو هي للأسف الشديد ما كانش كندا ديمقراطية لو كان جات كندا ديمقراطية اللي يحكم على السياسة العامة هو الشعب في الحقيقة هل كان جاء مثلا كان إذا حبيتوا أنتم مثلا تكونوا واثقين من فوسكم باللي الشعب راهو معاكم أسيدي يديروا اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات ما تزوروش انتخابات وذوكا ما كاش واحد يقول ما يقولش ما انتخابات مش مزورة ويحيى نفسه راه يقول انتخابات مزورة يا اخي سمعتوا هذه فيصل انتخابات تاع السنة تاع السنة وتاع تاع الغولية البرلمان الاخر الانتخابات المحلية وكلها لكن يعني هما راهم يقولوا تزور الانتخابات يا سيدي اذا تحوسوا انتوما تتأكدوا باللي بين السياسة العامة تاعكم مليح ولا مش مليح هاي جاية انتخابات رئاسية ما